آمن جدا. وإحنا نلاحظ إن كثير من الناس أو كثير من البنات حتى صغيرات في السن يركضون بسرعة لإجراء الجراحات. طبعا إحنا مو ضد الجراحات، بالعكس إحنا مهمتنا إن نوخر السمنة، لأن السمنة في بلدنا شيء مرتفع، وإحنا طبعا يمكن المركز الخامس على العالم، وهي مرض خطير يعني طبعا، ويتزامن مع أمراض أخرى مثل السكر وارتجاع المريء والضغط وغيره، اللي إحنا طبعا في هم متقدمين في العالم، ونعتبر بالسمنة من أحد أكبر 30 دولة في العالم. طبعا شيء طبعا ما نفخر فيه، لكن أيضا شيء إحنا نحاول نجابها بأقل المضاعفات. نعم، قلت تحاول أن تبعد المرضى بالسمنة عن الجراحات، قصدك يعني شفط الدهون أو تغيير المسار؟ أبدا مو كذي. طبعا إحنا طبعا المرضى اللي يحتاجون هالعمليات، من هم المرضى؟ طبعا شوف المرضى، طبعا السمنة تتقسم إلى عدة أقسام، والتقسيم إيه من مربع الوزن على مربع الطول اللي يسمونه كتلة الجسم. فتبدي كتلة الجسم يعني، أو تعريف السمنة يبدي من كتلة جسم 30 فما أكثر. ففي مرضى يتجاوزون 50، يمكن بالون المعدة ما ينفع لهم إلا في المراحل الأولى، لأن إحنا الجراحين يحولون لنا المرضى هذول علشان نضعفهم 20 كيلو 30 كيلو علشان جراحاتهم تصير آمنة. لكن المرضى اللي كتل جسمهم على سبيل المثال من 30 إلى 40، الدراسات وجدت ان البالونه تعمل عمل جيد في هذه في هذا الرينج، هذه الفئه اي. طبعا احنا نتحكي عن افريج 17 الى 20 كيلو، لكن اللي يلتزم التزام جيد ممكن يجيب اكثر من 20 كيلو خلال 6 شهور من وضع البالونه. شنو اللي سبب يعني فشل هذه العمليه؟ لانه وايد انا شفت يعني ناس وايد مسويه البالون، يعني الاذيه اللي يتاذونها بعد يعني مو هينه. هو طبعا ما في اذيه، خليني اشرح لك الموضوع، لان انا عندي طبعا يعني خبره واسعه مع المرضى هذول، عندي عدد كبير من مرضى البالون. اللي حصل ان احنا نحط البالونه هذه لمده 6 شهور، اول اسبوع فقط، أول أسبوع من 6 شهور المريض يعاني بعض لوعة الشبد، عفوا بعض الاستفراغ، بعض آلام البطن، وكل يوم أحسن من اليوم اللي بعده. 5 أيام 6 أيام الأمور تصير جيدة، ما يبقى مع المريض إلا شعوره بالشبع، لأن البالون يأخذ حيز داخل المعدة. الآن شنو الشغلات اللي ممكن تخلي الموضوع ما ينجح؟ لو المريض ما اتبع توجيهات الطبيب واتبع التوجيهات الغذائية، مثلا خذ سوائل مملوءة بالكالوري، والسائل طبعا ما في حجم، فبالتالي ما راح يسبب نوع من أنواع الشبع. ثاني شيء، معظم الدراسات اللي انعملت على هالنوع من البالونات واللي اشتملت على 4000 و2000 مريض، المريض لازم يكون على دايت مراقب. الحين السؤال ليش نكون على دايت اذا احنا بنحط البالون؟ إيه؟ بس لو انا احطك على دايت راح تموت يوع. اذا البالون تساعدك في الشعور في الشبع فتمشي. زين احنا خلينا نستوعب الكونسبت نفسه. ان البالون يكون منتفخ او ممتلئ، فالمعده تصير ممتلئه. احنا ندخل البالون وبعدين نتفخه داخل، يعني نتفخه تقريبا من 500 الى 700 ملي. اوكي، سعه يعني تقريبا الحجم مش كثر، يعني تقريبا كذي. انا لو هذا كره صغيره، كره صغيره تقريبا. زين، طبعا يعتمد على طول الشخص ويعتمد على حجم المعده اللي نشوفها في المنظار الاول. الشخص العادي كم معدته المفروض تكون؟ ممكن تتحمل الى لتر لتر ونص. فاذا احنا قاعد ناخذ حجم لا باس فيه. احنا قاعد نسوي في الواقع عكس عمليه التصغير، التصغير يقطعون جزء من المعده، البالون تاخذ تملأ. ايوه تملأ بالضبط، فهي الطريقه العكسيه من غير اي جراحات ومن غير اي قص. واللي يسمن على البالون هذا شلون، وين راح البالون؟ اللي يسمن على البالون ما قاعد يتبع التوجيهات الغذائيه، عرفت شلون؟ في دايت زين مع القصه هذه، او انه قاعد يغش البالونه مثل ما قلت لك، بحيث انه ياخذ سوائل كثيره مملوءه من الكالوريز، فبالتالي قاعد يسمن. بس مهما كان يعني شنو مثلا السوائل اللي مملوءه بالكالوري اللي ممكن، لان الفرق بين السوائل والاكل الصلب انه ما فيها حجم، عرفت شلون؟ فبالتالي احنا دائما كذي اشرحها حق المرضى، ان السائل يجي ويقسل البالونه ويدخل داخل فوق فيمتص الجسم. نعم، انزين الشيء الجديد الحين ان البالونه مملوءه بالماء. اي، هو طبعا التكنولوجيا مالت الهواء كانت موجوده من زمان، اوكي؟ التكنولوجيا الجديده اللي هي مملوءه بالماء تفيد في نواحي جدا معينه، وانا مقتنع فيها. أولاً الاولى اثبتت نجاحها ولا اثبتت فشلها؟ الاولى اثبتت نجاحها، لكن الشيء الجديد اللي يعني ان البالون الماء يملأ بماده زرقاء لون ازرق لا سمح الله،
في الـ 0.04% النسبة القليلة اللي يحصل فيها تسريب، السائل هذا يمتص الجسم. لما يمتص الجسم يطلع يعني في الخروج كلون أزرق، وفي البول كلون أزرق، فالمريض يدري أنه حصل نوع من أنواع التسريب، فيكلم طبيبه يطلع حله. وهذا مو موجود في بالون الهواء. ناو شنو الادفانتج أو شنو ميزة بالون الهواء؟ إنه ما في الثقل اللي موجود في بالونة الماء. الماء أثقل 700 ملي يعني تقريبا 700 جرام، زين هناك أكو 30 جرام في بالون الهواء. فبالنسبة للأعراض المصاحبة لما أول ما تنحط البالون تكون أقل في بالون الهواء، وإحنا حطيناها من قبل وكانت النتائج يعني جيدة، بس مع الأسف بالون الهواء مو موجود في الكويت، اضطرينا نشتري من برا ونحطه حق أحد مرضانا. بس أنا عندي قناعة في بالون الماء، عندي قناعة لأن دراسات كثيرة أجريت عليه على سلامته وعلى فعاليته، وأنا أتوقع أن الثقل هو أيضا يساهم في قصة الشبع. طيب دكتور، إيش حكى مثلا أنا راح ألجأ للبالون، ما ألجأ لتغيير المسار أو التكميم؟ سؤال جدا جيد. طبعا الفكرة نفسها أسهل في الإقناع بالنسبة للمريض أنه يسوي منظار من غير التعرض للجراحة، هذا شيء جيد. في مرضى ليسوا جيدين للجراحات، يعني عندهم مشاكل أخرى تمنعهم من التوجه لقصة الجراحة، زين. وفي مرضى آخرين يقول لك، وهذا دائما نسمعه، أنا ما أحتاج أكثر من 20 كيلو. فبالتالي البالونة فعلا تقدر تعطيك 20 كيلو مع الالتزام طبعا بسهولة من غير التعرض للعمليات الجراحية. احنا مو ضد العمليات الجراحية، لكن العمليات الجراحية لها سايد افكتس، والجراحي ممكن يعطونك a lot of يعني ممكن يعطونك كثير من هذه السايد افكتس. البالونة فعلا اثبتت امانها. شنو السايد افكتس مالها؟ لازم 90% من المرضى خلال الايام اللي بعد وضع البالونه يتعرضون اللي قلت لك اياه، لوعه الكبد شويه. ولها ادويه؟ طبعا في ادويه جدا جيده للمرضى. فاللي يعاني من هذا من هذه الاعراض، اغلب المرضى تنحط البالونه ويروحون البيت، بعض المرضى ما يتحملونها فنضطر ندخلهم ونعطيهم هذه الادويه والسوائل اللي يحتاجونها بالوريد. والأدوية اللي تنعطوا بالوريد جدا أدوية فعالة وجيدة، والمريض أصلا يرتاح، يقعد عندنا يمكن يوم يومين وبعدين يتابع طريقه. إحنا الأدوية نعطيها بس على أساس نعبر المريض الفترة اللي نسميها الأيام الحرجة هذه. طبعا يعني لازم نذكر أن هذه الأعراض أيضا يتعرض لها لمريض التكميم، يعني يتعرضون لها، وأيضا يكون عندهم نظام غذائي معين لأكثر من أسبوعين. إحنا 3 أيام سوائل، 3 أيام soft diet اللي هو الأكل المهروس، وبعدين المريض يأكل اللي يبي بمعاونة التغذية. إنزين المعدة حسب ما أنا عرفت تتوسع. هذا ما له دليل علمي إن بعد وضع البالون المعدة تتوسع. هذا يعني لما المريض ما يلتزم بالدايت ويأكل فوق طاقته، يعني المعدة نفسها تتمدد. طبعا المعدة عضلة ممكن تتمدد، يعني هذا الله خالقنا كذي، يعني 700 سي سي أو 500 سي سي بالمعدة ما هو شيء كبير، فهي تستوعب أكثر. بس لوضع البالون في مكان محدد يعمل مثل حجرة فوق البالون، فتصير هذه الحجرة الصغيرة اللي أصلا يخلقونها الجراحين. فبالتالي لو المريض أكل أكثر من اللي المفروض يأكله أو حسب التوجيهات، ممكن أنه يستفرغ. بس قبل لا يستفرغ يحس بالشبع، فبالتالي هو يوقف قبل لا يصير الموضوع هذا اللي هو موضوع الاستفراغ. طيب دكتور، عندك أي إضافة تبي تقولها للي يفكر الحين مثلاً أنه يخطو هذه الخطوة؟ إيه، وهو يخطو ويخطب بعد. ليش؟ لأن خلنا أقول لك ليش. لأن راح يصير ضعيف. إيه، خلنا أقول لك ليش. لأن كثيراً من طبعاً فعلاً البنات اللي مقبلين على الزواج يجون يبون ينزلون هالعشرين كيلو، فعلاً ونحقق لهم الأمنية هذه. بس اللي يشوف كتلة جسمه 30 فأعلى، زين، يعني شلون يحسبها؟ يحسبها ياخذ مربع الطول، يعني اذا طوله 150 1.5 في 1.5 يطلع رقم، ويجيب الوزن ماله بالكيلو ويقسمها على هالرقم. اذا طلع الرقم 30 فاعلى فهو من ضمن فئه الاوبيس او السمنه.
يلجأ للأطباء على أساس نشوف مدى صلاحية بلون المعدلة، لأن في طبعا في اعتبارات أخرى. الفئة اللي أكثر من 40 هذا ما راح يفيد. لا احنا ما نقول كذي، احنا نقول من 30 ل 40 بس ما راح تضعف زيادة يعني. يعني راح الكل راح يضعف 20 كيلو هذه زين، بس حتى الفئة اللي فوق 50 يحطون البالونة هذه ويروحون يسوون عمليات الجراحية بأمان أكثر. نعم دكتور، احنا نشكرك جدا لوجودك معنا ونتمنى لك كل التوفيق. مشكورين وما قصرتم. شكرا لك وحياك الله. ومشاهدينا راح نرجع لكم بعد الفاصل مع موضوع جديد، فخلكم معنا.